بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. الحج على الأبواب، العيد الكبير على الأبواب، أيام مفترجة. كل عام وأنتم بخير، ودائما نتفائل، تفائلوا بالخير تجدوه إن شاء الله دائما وأبدا. النهاردة أنا يعني أريد أن ألقي الضوء على هذه الإكستنشنز أو الإمدادات المجانية. عندي هنا 1 2 3 4 5، فكتير من الشباب من وقت للتاني كده بيسألوني لما بيلاحظوا يعني هذه الإمدادات فبيسألوني عنها. خلوني أوجه كلامي في الجزء الأول من هذا الفيديو للشباب المبتدئين في مجال الكندل، مجال نشر الكتب على منصة أمازون، وواحد من الأدوات دي هيكون خاص بمجال آخر غير مجال كندل، لكن خلوني أخدهم بالترتيب. نبدأ مع بعض. أنا هنا على هذه الصفحة، أنا دائما على فكرة يا شباب أحب دائما أبدأ بهذه الصفحة يعني في يومي أنا، يعني في خلال استعراضي لكندل بشكل عام أحب أعرف كل ما هو جديد. أروح على طول على ما يسمى أمازون هوت نيو ريليسز. المهم اول حاجه حابب افرجكم عليها بالنسبه للامدادات، خلوني هنا اجرب اكتب كلاس روم مانجمنت. قبل ما اكمل كلمه كلاس روم، مجرد ان انا كتبت كلاس طلع لي هنا هذه الكولومز او الاعمده الاربعه زي ما انتم شايفين هنا، اقتراحات للكلمه اللي انا كاتبها اللي هي كلاس، بعد وهنا قبل. يعني هتلاقوا هنا مثلا ان في كلام وبعديه كلاس، هنا على اليمين هتلاقوا كلاس وبعديها كلام. ده بيكون من خلال امداد، هذا الامداد اسمه AMZ suggestion expander. كلمة suggestion نعرفها، نعرف كلمة الverb suggest يعني يقترح، فدي بتكون اقتراحات بتبان لنا من خلال هذا الامداد. النقطة الثانية خلوني برضو اقولها، وطالما انا على هذا الشكل قدامكم اقولها بالمرة. وانا على ما اتذكر كان في سؤال من احد الشباب المتابعين عندنا على كندل كان سألني هذا السؤال، فانا بجاوبك هو على سؤالك. الارقام دي بتطلع ازاي؟ بتطلع لان انا عندي هذا الامداد اللي اسمه Keywords Everywhere. انا بدفع تقريبا $10 ويقعدوا معايا ممكن يكفوك سنة. لو انت مثلا خلصت شغلك ومش حابب الارقام تطلع، تيجي هنا كده وتضغط ضغطة واحدة وبعد كده تقول له اوف، كده انت مش هتستخدم الكريدتس بتاعتك. انا من يوم ما اشتريته، انا اشتريته السنة اللي فاتت يمكن في اواخر السنة، اشتريت كريدتس ب$10 كانوا 100,000، دلوقتي بقوا 40,792، هيقعدوا معاك فترة طويلة. اذا نرجع تاني لكلامنا، اذا الارقام اللي بتطلع دي من خلال keywords everywhere. طبعا لاحظوا ما ظهرتش ليه، لان انا قفلت الامداد. انا لو رجعت تاني هنا وفتحت المفروض الارقام تبان مرة تانية. نقطة سريعة، لو انا جيت هنا مثلا شايفين classroom decor مثلا، اجي هنا عند هذه العلامات وقف، هيبان لي هنا بالترتيب زي ما انتم شايفين كده ال 12 شهر بيبان البحث عن هذه الكلمة والعبارة المفتاحية بيقل او بيزيد. برضو دي من الحاجات اللي بتبين لي، كلها ادوات بتوضح لنا بتنور لنا الطريق. امداد اخر حابب اكلمكم عنه، لو تلاحظوا هنا انا كتبت له في السيرش، كتبت سيرش وورد بوكس، طلعت لي طبعا هذه الكتب. هنا بيبين لي البي اس ار، وهنا السب كاتيجوريز بتبان، والايسن بيبان، وهنا برضو لو تلاحظوا فوق هنا بيظهر. طب ده بيظهر ازاي؟ طبعا ده كتاب سبونسرد يعني دي دعاية. ده هيبان لي ازاي؟ يبان من خلال الامداد الذي يسمى DS Amazon Quick View Extended. اما الارقام اللي فوق فبتبان ليه؟ بتبان لي من خلال هيليوم 10 النسخة المجانية منه. ايضا هيظهر لي حاجة تانية خلونا برضو نقولها بالمرة، من خلال الانستليشن بتاعك لهيليوم 10 هتبان لك، ودي حاجة مجانية ومفيهاش مشكلة. ده اللي انا بقول عليه. هنا بيحمل، هنا بيبين لي الهيستوري زي ما انتم شايفين كده للسيلز رانك ماشي ازاي، بيطلع بينزل وهكذا. ايضا هنا عندي كيبا، وده برضو بيقوم بنفس العملية نفس الشيء. فانت برضو لو حابب يكون عندك هذا الاكستنشن اللي بيبين لك السيلز رانك اسمه كيبا، وهنا هيليوم 10، وهذا هو شكل هذا الامداد اللي اسمه كيبا. فايضا ده من الاشياء المجانية اللي تقدروا تحصلوا عليها ويبين لكم السيلز رانك كما نرى هنا. كل هذه الاشياء مجانا، فيعني استخدموها، استعملوها طالما انتم حابين هذا المجال وحابين تتعلموا فيه اكتر واكتر. اما هذا الامداد فده لو انا حابب في اي وقت ابص على اي عبارة او اي كلمة مفتوحة
الافتتاحية هل عليها حقوق ولا لا، باجي هنا اضغط على هذا الامداد، بعد كده باجي هنا بضغط على بيسك وورد مارك سيرش، واجي هنا بختار لايف واكتب الحاجة اللي انا عايزها. انا لو جيت كتبت له هنا مثلا كلمة زي يونيكورن، كلمة يونيكورن لوحدها كده طبعا عليها علامة تجارية، فما ينفعش اعمل كتاب واكتب عليه كلمة واحدة واسميها يونيكورن، او تي شيرت واكتب عليه يونيكورن، هذه علامة تجارية. دول الاكستنشنز اللي انا بقدر من خلالهم احصل على عدد كبير من المتابعين، وبعد كده هم بيردوا لي المتابعة بمتابعة منهم. انا الحمد لله في الفترة الاخيرة جالي عدد كبير جدا من المتابعين بشفافية، بيبصوا على الاكونت بتاعي ولو حابين يعملوا لي فولو بيعملوا. انا بقى من خلال الاكونت بتاعي على انستجرام بكون حاطط اللينك مثلا المنصة بتاعتي على تيتشبل، بقول هذه هي الكورسات اللي انا بعرضها يا شباب، فهي نوع من الدعاية، بتكبر انت السوشيال ميديا بتاعتك من خلال هذا السوفتوير اللي اسمه جافا سكريبت، انا اتكلمت عنه في فيديو سابق، اسيب لكم ايضا رابط هذا السوفتوير للي حابب يشتغل. انا بدأت من شوية شغلته وسايبه، هو شغال لوحده لحد دلوقتي فيه 28 واحد، بدأ منهم بالفعل بعض الشباب يعملوا لي فولو، فدي كانت ايضا طريقة اخرى. كلها طرق يا شباب مشروعة وما فيهاش اي مشكلة ابدا، طالما هناك شفافية في كل شيء فتقدر تستخدم هذه الاشياء. حاجة اخيرة حابب انهي بيها، حابب اكلمكم بسرعة عن الكتاب رقم 12 في الهوت نيو ريليسز. الكتاب رقم 12 تحديدا انا ليه حابب اتكلم عنه، ليه اكتر من سبب. اول سبب ان هذا الكتاب بقاله شهر الا يوم، فصاحب هذا الكتاب ما شاء الله عليه حظه حلو، ربنا كرمه وبدأت تظبط معاه. شوفوا هنا من خلال هيليوم 10 السيز رانك كان عالي وبدأ ينزل لحد ما نزل تحت خالص، نفس الشيء هنا من خلال كيبا. لو نزلت هنا بفرجكم على البي اس ار 16000 بيبيع كويس طبعا، ومن خلال تي سي كي بابليشنج دوت كوم اقدر هنا اكتب له الرانك اللي هو كام، احنا قلنا 45000، اكتب له هنا 45000 واشوف بيبيع كام كتاب في اليوم وفي الشهر. هنا بيبيع 7 نسخ و 101 تقريبا في الشهر لو حافظ على نفس الرانك. وهنا بيقول لي الاستيميتد مانثلي ريفينيو في حدود 2099 دولار. بسرعه كده لو جيت فتحت هذا الكتاب معاكم هبص على المحتوى. هذا المحتوى اللي تقدروا ببساطه تحصلوا عليه من خلال سوفت وير مثلا زي هذا السوفت وير، بتيجوا هنا على بيبر جيمز و تضغطوا على وورد، اهو تقدر هنا من صفحه ل 200 صفحه تقدر تعملهم في نفس الوقت، ويعني الطريقه بسيطه وسهله جدا. لو تلاحظوا هنا هذا هو المحتوى، وده السوفت وير بتاعنا بيعمل هذا المحتوى ايضا، بالاضافه الى اشياء اخرى اراها جيده زي هذه الميزز الرائعه اشكالها حلوه. وايضا تقدر من خلال هذا السوفت وير تعمل اي عدد انت حابه، نفترض هنا انا عايز مثلا 50. هنا لو تلاحظوا بيقول لي داونلود الزيب فايل اوف سكوير ميزز، انا هنا لو حابب احصل على الصور على صيغه جي بي جي اللي انا لو حابب اخدها بقى واظبطها على كانفا، ده اللي انا اعمله من خلال هذه الخاصيه. هي السوفت وير الجديد فيه مزايا كتيره، يمكن اجي في مره كده اكلمكم عنها بالتفصيل ان شاء الله، لكن كما تعرفون لكل مقام المقال، احنا النهاردة حابين نركز على نقاط اخرى. وطبعا دي الصفحة اللي انا من خلالها بكلمكم عن هذا السوفت وير. اخر حاجة اقولها لكم، اعمل لكم ابديت بالاشياء اللي انا بعملها، دي اخر حاجة انا اشتركت فيها سوفت وير حقيقة انا عجبني جدا وشايف هناك قيمة كبيرة في هذا السوفت وير. بدأت امبارح اشتغل، عملت هذه النهاية للفيديوهات، هحطها او زي ما انتم شايفين كده، هي دي اللي بتتحط في نهاية الفيديوهات. الحاجات دي بتتعامل بفلوس على فكرة على فايفر وعلى كان. حابب هنا اقول نقطتين، النقطة الاولى ان انت ممكن تشترك في خدمة زي اللي انا مشترك فيها دي، اسيب لكم الرابط برضو، ممكن تشتغلوا على هذه الاشياء وتبعوها على فايفر. انا لو يرجع بي الزمان لسه طالب لسه متخرج جديد في العشرينات، والله انا هذا من المشاريع اللي انا لا يمكن اسيبها، اشترك في هذه الخدمه وابيع خدماتي على فايفر لمن يريد. ادخلوا بقى على فايفر هتلاقوا كتير جدا بيعملوا الكلام ده. هتقولوا لي طب الناس كلها ما تعملش كده ليه؟ اكيد مش كل الناس هتشترك في خدمه شهريه، مش كل الناس تعرف عن الشغل اللي احنا بنعمله، مش كل الناس عندها الاستعداد ان هم يعملوا هذا الشيء. انا واحد من الناس اشتركت في هذه الخدمه، لكن اكيد انا مش هشتغل على فايفر، للاسف انا ما عنديش وقت ان انا اعمل ده. لكن انا والله انا يا شباب انصحكم نصيحة من القلب ان انتم
تشتركوا في مشروع زي جدا. دايما بحب افتح لكم مواضيع لاشياء ممكن تفيدكم، فانت ممكن تشترك تعرض بقى خدمات والله زي ما قلت لكم عملتها في ما فيش 10 دقايق. دي واحده تانية كنت بجرب كده برضو بعملها، خلوني افرجكم. فانتوا بتعملوا الحاجات دي وبتبيعوها بقى ب 5 دولار 10 دولار، يعني انت هتجيب ثمن الاشتراك بتاعك في مبيعتين او مبيعه. فده اللي انا حبيت اقوله لكم، هتلاقوا برضو الرابط ده من المشاريع المهمة اللي ممكن تهتموا بيها. ايضا مشروع اخر من خلال هذه الخدمة، هنا زي ما انتم شايفين ارتكل تو فيديو، بعض الناس ياخدوا المقالة بالانجليزية ويحولوها لفيديو ويحطوه على اليوتيوب. هناك قنوات هي دي شغلانتها، ما بيشتغلوش الا على هذه النوعية من الفيديوهات. فطبعا الموضوع رائع. ومرة أخرى شباب، لو يرجع بي الزمن هشتغل على فايفر، أبيع خدماتي هذه، وأيضا أعمل قناة على اليوتيوب لو أنا مش حابب أبان بشكل، يعني أعمل الكلام ده. بتيجي على الفيديو تضغط عليه، نفترض هو ده اللي عجبني، باجي هنا بقول له يوز ذس، بقول له يوز ذس تمبلت، وانا لو عايزه كده او فيرتيكال او سكوير. ده والله كان المفروض اعمل له فيديو لوحده، ممكن ان شاء الله ابقى اعمل له فيديو منفصل حتى الشباب يعرفوا اكتر عنه. باب رزق ممكن يتفتح لكم من خلال هذه الخدمة، ان انتوا تعرضوا خدماتكم بكل بساطة على فايفر وعلى خمسات، وايضا تعملوا قناة على اليوتيوب بفيديوهات بسيطة. انا بكده خلصت الفيديو، بس عايز اعرف رأيكم بقى في النهاية اللي انا هنهي بيها هذا الفيديو. تقولوا لي رأيكم لو عجبتكم، هل هي تحفيزية، هل هي إيجابية، هل أحطها في فيديوهات قادمة ولا محطهاش. هذا هو، هذا ما أردت أن أقوله في هذا الفيديو. شكرا لكم، ولا تنسوا أن الناس بالناس ومن يعني عن، وكل عام وأنتم بخير بسبب العيد، بسبب الأيام المفترضة القادمة إن شاء الله، ربنا يعيدها علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة.